شمال الغرب، وسيغرب الهلال بعد الشمس بمشيئة الله تعالى الساعة 6:49 عند درجة 291. إذن الساعة تقريبا 7:50 ينتهي الفراغ من رصد الهلال، وعلى ضوء الرصد سيتم تسجيل المحاضر إذا كان فيه رؤية، وننتقل إلى موقع اللجنة الرسمية لضبط ما لدينا إذا كان في شهادات أو لم يكن في شهادات، ونتوقع والعلم عند الله أن الأجواء ستستمر بمثل هذا اليوم مثل ما تشاهد. إذا صارت مثل هذا اليوم أبو فهد، إذا صار مثل هذا اليوم يعني بكرة تعذر سحاب، يعني في منطقتنا وارد التعذر لكثافة السحب قدر، لكن في مناطق أخرى قد يرى العلم عند الله. لكن بكره في سدير بقرار، لكن بكره في سدير الجو سحاب نفس كذا، بكره غدا مثل اليوم او اكثر شيء بسيط.